هاي يا بناتي حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم فيديو عن روتين الماسكارا. في بنات بيكونوا فاكرين ان هو عشان رموشهم تبان طويله وكثيفه ان هم محتاجين ان هم يجيبوا ماسكارا غاليه قوي، بس مش لازم خالص. انا هقول لك انا بعمل ايه قبل ما احط ماسكارا. اول حاجه انا بستعمل زيت خروع، ده من امتنان، جايباه ب 12 جنيه، على رموشي وحواجبي، وفعلا فرقت معايا جدا. يعني رموشي تقلت شوية وحواجبي كمان، بس لسه انا بقالي حوالي شهر بعمل كده وحسيت بفرق. اكيد مع الوقت كمان النتيجة هتكون افضل. بعد كده انا بستعمل ماسكارتين، ماسكارا من ايسنس وماسكارا من ميبلين. هقولكوا ايه مزايا دي وعيبها وايه مزايا دي وعيبها. ايسنس بتكثف وبتفرق الرموش، هي شكلها من جوه شكلها كده، يبقى بتكثف الرموش حلو قوي وبتفرقها عن بعض. هي اسمها جيت بيك لاشز، بس عشان وي عليها برفيوم كل حاجة اتمسحت. تمنها تقريبا 85 جنيه تقريبا. مزاياها طبعا ان هي بتكثف وان هي بتفرق رموش ممتازة، حتى الرموش السفلية. عيبها ان هي ما بتطولش قوي، بس هي بتطول بس مش قوي. بعد كده قبل ما بعمل بستعمل ماسكارة ايسنس، بستعمل دي في ان انا تخلي لي رموشي لفوق عشان ما تكونش نازله تحت، دي برضو بتتباع في كل حته يعني. بعد كده بستعمل ايسنس، بعد كده بستعمل ماسكارة ميبلين. دي انا بكره ماسكارات ميبلين جدا، بس دي الماسكارة الوحيده اللي انا حبيتها. دي بقى بتطول الرموش، بس هي شكلها، ودي تمنها 100. دي بتطول الرموش ممتازة، بس استعملها على الكات اوي، اللي هي الرموش اللي هي الرسمة معاقة، بس هي اخر رموش دي. بس بستعملها على رموشي، بتطولها جامد اوي. ما بستعملهاش على كل عيني يعني، هو بس الرموش الكات اي بتاعت الرموش بس، عشان ما تكونش اوفر اوي. انا ما بحطش لاشز كامله، فلما بحب ان انا احط لاشز بستعمل انديفيدجوال لاشز، دي من اردل. دي انا بس ده لو خروجه بالليل مثلا، خارجه مع اصحابي يعني ممكن مناسبه، لكن غير كده ما صحكيش انت تستعملي لاشز. انا بستعملها بس في الكات اي، برضو بحطها كات اي، ما بحطهاش على كل رموشي عشان عينيا صغيره، بحس ان هي مش محتاجه. دي تمنها 100 ودي تمنها 85. قلتلكوا الاتنين ممتازين، بيكملوا بعض، واحدة بتكثف وواحدة بتطول. برضو في من ميبيلين الماسكارا الصفرة، سوادها حلو بس بتلزق الرموش. انا ما بحب، ما بيفرقش معايا ان هي سوادها، انا اللي يفرق معايا ان هي تكثف وتطول. لو انتوا برضو يفرق معاكم موضوع سواد رموش، ممكن تجيبوها غير دول، تجيبوا يعني تجيبوا عليها ميبلين الصفرة، بس انا ما انصحكمش بمسكرات ميبلين غير دي بس، وتحطوها على الكاتالوج. بس ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم اعملوا لايك، ولو انتوا لسه جداد على القناه بتاعتي اعملوا سبسكرايب. ما تنسوش تكتبوا لي كومنتات تحت الفيديوهات اللي انتوا عايزيني اكلمكم فيها. كل الناس اللي بعتولي، كل البنات الجميله اللي طلبوا مني حاجات انا هعملها، حاضر، بس انا بجمع منتجات اكتر وحاجات تكون ارخص عشانكم. فاستنوني الفيديوهات الجاية. باي.